يعني حاتم براده هو باحث بسلك الدكتوراه تخصص سوسيولوجيا التربيه، مختبر سوسيكولوجيا وسوسيولوجيا، وهو حاصل على عده شهادات خصوصا في المجال التأطير والتكوين من وزارة الشباب والرياضة، وأيضا له شهادة مكون وطني في مجال الديمقراطية التشاركية من الوزارة المتدبلة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حاصل على وسام شارة قائد تدريب دولي معتمد من الرابطة الكشفية المغربية، ويشغل عدة مهام يعني نذكر بعضها. يعني هو عضو الهيئة الاستشارية في مجال المساواة وتكافؤ الفرص بمجلس عمالة فاس، أيضا عضو أكاديمية سفراء التنمية العالمية للتدريب الشخصي والتطوير القيادي. إذا يعني السي حاتم له خبرة وباع طويل في الاشتغال في المجال المدني وفي المجال الاقتصادي. أرحب بك أخي حاتم، مرحبا بك معنا في رفق وفي الأكاديمية، سعداء بلقياك. مرحبا مرحبا صديقي العزيز، حياك الله. شكرا. بارك الله فيك، الله يكرمك. إذا حتى لا أطيل عليكم وأترك المجال إن شاء الله لأخي حاتم اللي يتحفنا بموضوعه اقتصاد المعرفة إن شاء الله، سأعطيه الكلمة مباشرة. تفضل أخي حاتم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية لابد من تقديم الشكر الجزيل لأخي وحبيبي وصديقي العزيز محمد الغزيل، ومن خلاله كافة أعضاء ومسيري مركز رفق للبحث العلمي، ونشكرهم على الدعوة القيمة، لأن حقيقة الأمر هي دعوة لتبادل المعارف ومحطة للتعرف على باحثين شباب يعني محبين للمعرفة ومحبين للتكوين. طبعا أنا في كل لقاء مع اللقاءات التكوينية يعني أجد نفسي يعني في حاجة ماسة للتزود من الجمع الذي أكون في وسطه، فهذا من الاختيارات اللي أسعى إلى دائما إلى أن تحقيقها. شكرا لك أستاذ محمد على الاستضافة، والإخوان في أكاديمية رفق لتأهيل الباحثين الشباب، للحضور الكريم اللي حضر معنا الطلبة والطالبات والباحثين والباحثات وجميع الإخوة الحاضرين معنا. طبعا نحن يعني أنا واكبت مركز رفق البحث العلمي منذ يعني بداياته، وكنت سعيد جدا أن أكون ضمن مجموعة من يعني رواد هذا المركز، وهو في الحقيقة كنت يعني أتنبأ له بالاستمرارية يعني والعطاء. فالكثير من الأفواج التي تخرجت من هذه الأكاديمية يعني يكون الفضل لكم، جزيل الفضل لكم ولجميع الحضور، لأن حتى الحضور التي حضرت هذه الدورات التأطيرية هو داعم ومشجع لبقاء ودوام هذه المحطة، بالإضافة إلى يعني نوعية يعني الأساتذة والمؤطرين اللي يأطروا هذه الدورات التكوينية. طبعا موضوعنا في هذه الحصة هو مداخلة تفاعلية شيء ما في موضوع يعني اقتصاد المعرفة، وانا اضطرته يعني اسمح لي ان ابارطاجي معكم. انا اضطرته حقيقه في مجال اوسع، ولا وهو يعني اقتصاد المعرفه الرقمي. وحينما نتحدث عن اقتصاد المعرفه الرقمي، ف كي بارطاجي معك سي بون مزيان، سي بون سي حاتم، دونك دير لي غير ديابوراما. ديابون سي بون. سي بون تري بيان. إذا قلت أن هذا الموضوع هذا يعني اللي تنتحدث عليه، وتنتحدث على اقتصاد المعرفة، ولكنه يعني في هذه اللحظة هذه وفي هذا الزمان هذا يعني أصبح يطلق عليه أو ينادى له باقتصاد المعرفة. هذا الاقتصاد هو من أهم يعني مستجدات العصر الحديث، هو يعني ما نقولوش آخر ما توصلت إليه الإنسانية من تحولات
توجهات، ولكن نقول أننا في مسار وفي صيعورة من التحولات التي وصلنا إلى محطة من محطاتها اللي هو مجتمع المعرفة الرقمي. فعموما يعني كمدخل يعني نبدأ به في لقائنا هذا، وحينما نتحدث على اقتصاد المعرفة الرقمي فإحنا نتحدث على تحولات يعني طارئة على المجتمعات الإنسانية تكون هائلة ومتسارعة في نفس الوقت، في تهم مجالات متعددة أو جل المجالات اللي ما هي اجتماعية اقتصادية سياسية ثقافية، وخاصة في طبيعة هذه المجالات وممارسة عملها، والتي من أهم هذه التحولات من أهم سماتها هو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مختلف جوانب الحياة، حيث أدى انفجار المعرفة وتدفق المعلومات بشكل سريع إلى تغيير ملحوظ في البنية الاقتصادية سواء كليا أو جليا أو جزئيا. وهذه العملية ارتبطت بشكل كبير بالتوجهات الاقتصادية أو التوجهات الاقتصادية ديالها ارتبطت بشكل كبير بسرعة التحولات المجتمعية، حيث انتقلنا من اقتصادات المجتمع الزراعية إلى اقتصادات المجتمع الصناعي، ثم إلى اقتصادات مجتمع المعرفة، وصولا إلى مجتمع المعرفة الرقمي اللي ينبني أو يعتمد على ركن من الأركان القوية اللي هو يعني تكنولوجيا الإعلام أو المعلومات والاتصال. وما صاحب ذلك من صراعات عالمية حول من ينتج المعرفة ومن يمتلك المعرفة ومن يسيطر بشكل أو بآخر على هذه المعرفة من أجل يعني تضخيم القوة وتضخيم الغلبة المجتمعية، ويستطيع كذلك توظيفها في الزمان والمكان والبيئة المناسبة لها. إذن هذا تحدي في هذا المجال. ثم انتقلت بذلك مختلف الممارسات الاجتماعية والتنظيمية من الممارسات التقليدية إلى الممارسات الحديثة نتيجة تنمية وتطوير الفكر المعرفي والتقني، وبفعل التوجه نحو الاستخدامات المكثفة للتكنولوجيا الحديثة. فمع تزايد البيانات وتراكم حجمها وتعقيدها تحولت المعرفة إلى طلب في حد ذاته، فهذه المعرفة هي وأصبحت هي الهدف المنشود لكل المجتمعات في شكل أو بشكل أو بآخر. في عام 1962 وضمن أبحاث اقتصادية للنمساوي الأمريكي العالم الأمريكي ماكلوب حول مدى نمو قطاع المعرفة في أمريكا، أثبت في تحليله العلمي أن الصناعات التي تهم في المقام الأول أو تهتم في المقام الأول بإنتاج المعرفة وتوزيعها، والتي سماها بصناعة المعرفة، قد أسهمت في الناتج القومي بنسبة 40%، ووجدها بأنها تنمو بمعدلات أعلى من قطاع الصناعة. هادشي تنتكلموا على 1962. هكذا وبداية الستينات الماضية استشف ماكلوب أن صناعة المعرفة في سياق فكرته الجديدة عن اقتصاد المعرفة بشكل عام ستؤدي بالضرورة إلى ظهور مجتمع المعرفة. وخلاصة هذه الفكرة هو أن اقتصاد المعرفة ينبني على الاستثمار الأمثل للمهارات الشخصية بأحدث تقنيات الاتصال والتواصل، وكذلك من خلال إدارة البيانات للحصول على أحسن العائدات. موضوع هذا اللقاء غادي نحاولوا نتحدثوا على مجموعة من المفاهيم اللي هي أساسية، يمكن نتكلموا على مجتمع المعرفة، على المعرفة، على اقتصاد المعرفة الرقمي. ومن خلاله غادي نشوفوا مجموعة من النماذج ديال الدول اللي في هذه اللحظة أو ما بعد ستينيات القرن الماضي أنها يعني بدأت مشوارها يعني التطوري وقد وصلت إلى مستويات متقدمة جدا، وكذلك سنتعرف على نناقش التحديات والآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاقتصاد المتغير. وفي الأخير سنتعرف على كيفية استثمار هذه التقنية الجديدة أو هذا الاقتصاد الجديد لصناعات المستقبل بإذن الله. فيما يخص النماذج اللي أقترحها والتي أرى بأنها لابد أن نذكرها في هذا المقام،
هو نموذج كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية منذ أن تأسست عام 1948 استطاعت توفير المحتوى المناسب وتشجيع المساهمة الجماعية في عملية التطوير الاقتصادي، مع تركيزها على محاولة تحويل الشركات مع محاولة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شركات صناعية قوية الوطن. هذه العملية هي عملية داعمة من قبل الحكومة للشركات من أجل أن تجد مكانا لها في السوق العالمي باعتمادها على اقتصاد السوق. تحتل المرتبة الآن، تحتل كوريا الجنوبية المرتبة 14 من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما تعتبر هي كذلك واحدة من الاقتصادات الكبرى في جياشين، ومن الأعضاء الأكثر تصنيعا في منظمة التعاون الوطني، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم منذ 1960 1980. استثمرت الحكومة في تطوير صناعة التكنولوجيا الحيوية المحلية. هذه التكنولوجيا اللي استعملتها كوريا الجنوبية واللي استثمرتها منذ 1980 استطاعت من خلالها أن ترسل أكثر من 10 أقمار اصطناعية منذ 1992، وكذلك اعتمدت على صناعة الروبوتات كأهم مشاريع البحث داخل الدولة الصغيرة. نظام التعليم، أنا غادي نركز في هذه النماذج على شيئين اثنين، الشيء الأول هو إلى أين وصلت، والشيء الثاني هو على ماذا اعتمدت في نظامها التعليمي. نظام التعليم في كوريا الجنوبية متقدم من ناحية التكنولوجيا، وهي أول دولة عممت الإنترنت وشبكة الإنترنت في المؤسسة التعليمية، كما تعتمد على الكتب المدرسية الرقمية والتي توزع مجانا منذ 2013، وهي توزع الكتب المدرسية المجانية على معظم التلاميذ في سلك في الأسلاك الدراسية الأولى. وبذلك احتلت المرتبة الأولى عالميا في حل المشاكل، والثالثة في الرياضيات، والسابعة في العلوم. إذن هذا النموذج الأول هو نموذج كوريا الجنوبية. النموذج الثاني هو جمهورية موريشيوس. هذه الجمهورية هي دولة إفريقية صغيرة عبارة عن مجموعة من الجزر وسط البحر الهندي شرق مدغشقر، في الجنوب الشرقي ديال إفريقيا، جاية في الشرق ديال مدغشقر أو في الشرق ديال إفريقيا. حصلت على استقلالها منذ 1968 بعد المغرب بعد أكثر من 10 سنوات. معدل دخل الفرد فيها يصل إلى 19600 دولار، وهو أعلى دخل في إفريقيا، وهي أغنى دولة في إفريقيا رغم عدم امتلاكها لموارد طبيعية ولا المعادن، أنت تشي موارد طبيعي. تعتمد فقط على الرأسمال البشري والزراعة وتصدير لها منتجات مصنعة من العمل الصناعي، والسبب في ذلك رجع إلى اهتمامها بالصحة والتعليم، حيث توفر التعليم مجانا في كل مراحله مع النقل المجاني لجميع التلاميذ إلى في جميع المناطق سواء كانت الحضرية أو القرية. كما كذلك العلاج والرعاية الصحية كانت فيها مجانا لجميع المواطنين. فهي تعتمد على أن أو يعني تعتبر التعليم والصحة هما شيئان لا يجب التجارة فيهما في بناء المواطن وبناء العنصر البشري داخل البيت. تعداد السكان ديالها هو لا يتعدى المليون أو نصف. المثال الثالث هو جمهورية سنغافورة، وهذا هذه الدولة هذه سنغافورة، جميع الإخوان اللي حاضرين معنا أكيد أنهم يعني كيتبعوا المسار التقدمي ديالها. هي كتوجد في الجنوب الشرقي لآسيا، دولة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة. انفصلت عن ماليزيا وأصبحت جمهورية مستقلة في 1965 تقريبا بعد 10 سنوات من استقلال المغرب، وتعد من أكثر الدول ازدهار، حيث تعتبر رابع أهم مركز مالي في العالم، وهي الأولى آسيويا على مستوى مؤشر جودة الحياة وال11 على مستوى العالم. نتكلم على مستوى مؤشر مستوى جودة الحياة، بمعنى أن المواطن يعني السنغافوري هو يعني ملك في بلده. وتمتلك تاسع أعلى احتياط في العالم. تقوم الدولة بدعم مالي للتعليم العمومي والخصوصي كذلك في جميع الأسلاك الدراسية. توجد بها 6 جامعات كبرى، 2 منها مصنفة عالميا من بين أفضل 20 جامعة على مستوى العالم. هذا النموذج يتضمن
مكونات مبتكرة متعددة، منها على سبيل المثال أنماط المنافسة المتنوعة، ضبط الأسعار، والتحوط من المخاطر والوقاية من الفساد، والتطوير المستمر للموارد البشرية والتحول الرقمي. إذا هذه النماذج الثلاث حينما يعني نصنفها نجد بأنها دول صغيرة، يعني بدأت مشوارها في ستينيات القرن الماضي، أنها اعتمدت أو انطلقت من موارد بشرية بالأساس، رأس مال البشري هو الأساس عندها، اعتمدت على دعم التعليم والصحة والبحث عن رفاهية المجتمع، وكذلك من المسائل الأساسية هي أنها اعتمدت عملية مواكبة التطور التكنولوجي و يعني التطور الرقمي العالمي، وعملت على استثمار في هذا المجال بشكل كبير. أنا حينما نتحدث على هذه النماذج نتحدث عليها من باب أننا يعني يجب أن نقول بأن هذه نماذج التقدم هي أو أشكال التقدم هي ليست صعبة وليست في يعني مستوى الخيال، وإنما هي قابلة للتحقق، قابلة للتنزيل، لكن تبقى بشروطها وبضوابطها الخاصة. على مستوى الإطار المفاهيمي سنتناول في هذا المجال مفهوم المعرفة، ونتعرف كذلك على مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة. فيما يخص المعرفة، ارتبطت بدءا بالعامل الديني العقائدي في المجتمعات القديمة، وهي المعرفة المطلقة ذات المصدر الغيبي والموجهة لحياة الأفراد والجماعات نحو التغير للأفضل، سواء كانت مجتمعات موحدة أو اجتماعات لائكية، أو كانت مجتمعات يعني ذات ديانات مختلفة، وهي في الغالب تكون مؤطرة بكل ما هو قيمي أخلاقي تعبدي، وتتداول بشكلها التقليدي ما بين الأفراد والجماعات والأجيال. يعني تنتقل هذه المعارف من خلال الأفراد والجماعات في تجمعاتهم المختلفة وعبر الأجيال من جيل إلى آخر. تنطلق نظرية المعرفة عند عالم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون، وحنا تنتكلم على عبد الرحمن بن خلدون القرن 15 وبداية القرن 15 القرن 14، من حقيقة أن العالم مادي. إذا المعرفة عند ابن خلدون تتكلم على أن المعرفة أن العالم هو مادي، وأن وجوداته هي مادية، ومن ثم فإن المعرفة لن تكون عن طريق آخر غير ما هو محسوس. وهنا كي يتفق مع الاتجاه التجريبي اللي ومع كذلك حتى مع كانط الذي يرى أن المعرفة تبدأ بالإحساس، لكنه يخص هذا بالمعرفة الدنيوية فقط التي تتماهى معها قدرة العقل على تعقل كل ما هو مادي فحسب، وأن المعرفة الأخروية أو الأخروية وكل ما وراء الحس هو فوق المادة، لا قدرة للعقل في الوصول إليه. وهنا في زمانه تعارض مع الفلسفة الإلهية التي كانت مركز الفلسفة في زمانه، لأن العقل يقول قدراته محدودة ومحصورة بعالم الواقع، ولا يستطيع معرفة ما وراء الحس أو ما فوق المادة إلا عن طريق الوحي. في علم الاجتماع يبرز ويحضر مفهوم المعرفة بشكل جلي في دراسة العلاقة بين الفكر الإنساني والسياق الاجتماعي الذي نشأ من خلاله، بالإضافة إلى دراسة الآثار التي تحدثها الأفكار السائدة على المجتمع. وهذا المفهوم المعرفة ظهرت الدراسة الأولى مع المؤسسين الأوائل ورواد الأوائل، مع دوركايم، مع مارسيل موس، مع ماركس، مع إنجلس، مع فيبر، ماركس فيبر، ومع زيمل، ومع هيجل. هادو كلهم تكلموا على المعرفة، وربطوا المعرفة حسب فهمهم بأساسها الاجتماعي والاقتصادي الطبقي من خلال يعني كل واحد من التوجه دياله، ولكنه يعني ربطوا المعرفة بالأسس الاجتماعية والاقتصادية، سواء من خلال المصالح المتباينة للأفراد والجماعات، سواء من خلال يعني التوجه أو الموقع الطبقي في المجتمع،
أما الرواد الجدد فقد امتدت اهتماماتهم الدراسية في الخوض في أشكال وممارسة عملية الوصول إلى المعرفة وطرق حفظها وتنظيمها وكيفية تناقلها. إذا هذا الفرق ما بين الجيل الأول والجيل الثاني والأجيال المتأخرة في المجتمع. فالجيل الأول اعتمد على تحديد أسس هذه المعرفة والتباين المجتمعي الذي يحصل عند يعني عند 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 مختلف الطبقات الاجتماعية في المجتمع. ويعني المتأخرين يتحدثون على أو يدرسون أشكال ممارسات عمليات الوصول إلى المعرفة، وكذلك الطرق ديال الحفظ ديالها، وكذلك تنظيمها وكيفيتها والبنيات التي تشتغل فيها. عموما يمكن القول أن المعرفة هي الإدراك الواعي والوعي والفهم وفهم الحقائق من طريق العقل المجرد، أولا من طريق العقل المجرد، أو بطريقة اكتساب المعلومات بإجراءات تجريبية وتفسيرية، ثم من خلال التأمل في طبيعة الأشياء وتأمل النفس، أو من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين وقراءة استنتاجاتهم. فالمعرفة هي موجه أساس لاستكشاف أسرار الكون والظواهر التي تحكمه، وأنها الفهم الواضح والمؤكد للأشياء. بهذا يمكن أن نقول أننا أمام واحد ظاهرة ولا ما نقولوش ظاهرة، وإنما نقول أن واحد العلم يهتم بأصل الأشياء وطريقة تنزيلها وكيفية إنتاجها واستثمارها. أما فيما يخص مجتمع المعرفة فكثر الكلام على النطاق الواسع عن مجتمع المعرفة ليزداد معه الغموض حول مفهوم مجتمع المعرفة. إذا كانت المعرفة اختلف الأوائل والمتأخرين حول إجراءات أو منهجية من خلال دراستها، فإن مجتمع المعرفة تعددت الآراء والأقاويل بشأنه، إلا أن معظم المفكرين والباحثين يتفقون على أن مجتمع المعرفة هو مجتمع التدفقات المتقدمة للبحث العلمي والتكنولوجي، والتي تنتج المادة المعرفية وتوظفها بكفاءة في جميع أطوار المش... أو في جميع المجالات باعتبارها أهم مورد للتنمية المستدامة. بمعنى هناك استخلاص المعرفة من كم المعلومات الهائلة ونشرها من أجل تطبيقها لأغراض التنمية الإنسانية. وأكد تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على أن أنه لا يمكن اختزال مجتمعات المعرفة إلى مجتمعات المعلومات. فمجتمعات المعرفة أو مجتمعات المعلومات هي معلومات متداولة فيما بينها، ولكنها تختلف اختلافا جوهريا على مجتمعات المعرفة. وذكر هذا التقرير اللي صدر في 2005، في العنوان دياله هو الإخوة الذين رجعوا له مجتمع المعلومات إلى مجتمع من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة. ذكر أن مجتمع المعرفة هو ذاك المجتمع الذي يوجد المعرفة، إذا هنا صناعة وإنشاء وإنتاج المعرفة، وينشرها من أجل تنمية نوعية تشمل جميع القطاعات والمجالات المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، فمجتمع المعرفة يوفر البيئة المناسبة للإبداع الفكري والثقافي، على اعتبار أن المعرفة تصبح ملكا مشاعا للجميع وهي في متناول الجميع. عموما مجتمع المعرفة هو مجتمع العولمة، أي ذاك المجتمع الذي يتميز بكثافة المعرفة التي تشارك في إنتاجها وإعادة إنتاجها العديد من التخصصات، وهو مجتمع يتم فيه تقليل تكاليف تصنيف ونشر المعرفة إلى حده الأدنى باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الجديدة. إذا نحن انتقلنا
من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات ثم مجتمع المعرفة، ثم داخل مجتمع المعرفة نتعرف على ما يسمى باقتصاد المعرفة. فإذا كان الاقتصاد هو فن تدبير الندرة أو تدبير الوفرة للحصول على أكبر إشباع مجتمعي، وإذا كانت المعرفة من جهة أخرى هي الموجه والمفسر والقاعدة الأساس للتعايش مع الذات ومع المحيط، فإن الاقتصاد المقرون بالمعرفة يمكن أن يكون هو ذاك العلم القائم على فن تدبير المعرفة. إذا احنا نتكلم على فن تدبير المعرفة هو مرتبط أساسا باقتصاد المعرفة. فالمعرفة يمكن أن تأخذ موقع الأداة للإنتاج، وفي نفس الوقت هي تكون حاصل الإنتاج أي منتوج التسويق. وهذا قد انتشر اقتصاد المعرفة كمصطلح في الثمانينيات القرن الماضي، وهو يشير إلى الاقتصاد الذي يقوم على الأساس المعرفي والتدبير الفعال للمعلومات. لأننا شقين أساسيين وركيزتين أساسيتين لهذا الاقتصاد هو المعرفة، واللي قلنا المعرفة هو إنتاج وجميع واستثمار للمعلومات، والتدبير الفعال لهذه المعلومات بمعنى أنه يستند على الاستفادة القصوى من المعرفة والمعلومات في عملية الإنتاج والتوزيع وإدارة المؤسسات بغرض خلق الثروة. إذن الاقتصاد دائما الغرض منه هو تدبير الندرة وتدبير الوفرة من أجل إشباع رغبات المجتمع. نظرية التحديث نشأت، أنا هنا بغيت نستشهد بواحد النظرية مهمة جدا وهي اللي مرتبطة بالتنمية والتخلف، وهي نظرية التحديث التي نشأت من أفكار ماركسية. من خلال البحث عن نموذج يتيح الانتقال التدريجي من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث، انطلقت هذه النظرية في دراستها للتخلف والتنمية من فرضية جوهرية تؤكد على أن الاختلاف بين التقدم والتخلف يرجع إلى الفارق الزمني، بمعنى أن الدول النامية عجزت عن اللحاق بركب التقدم، مما خلق واحد الفجوة بين النموذج المتخلف والنموذج المتقدم. ويرجع ذلك في الواقع إلى فقدان الأولى اللي الخصائص الثقافية والتكنولوجية، وبالتالي فالحل بالنسبة للدول النامية حسب هذه النظرية هو ضرورة البحث عن العوامل الداخلية التي تمكنها من التطور بنفس الطريقة التي تطورت بها الدول المتقدمة. يعني هذه نظرية التحديث، وأهمها هو التخلص من الممارسات التقليدية الكلاسيكية والانفتاح على التكنولوجيا لبناء اقتصاد المعرفة الرقمي. ومن ثم ممكن أن نتحدث الآن على ما يسمى باقتصاد المعرفة الرقمي. في هذا الصدد يعني عملت يعني القمة العالمية في جنيف ديال في عام 2003 على اعتماد واحد المبدأ، أو أقرت مبدأ تمكين الدول والمجتمعات من بناء مجتمع المعرفة الرقمي يضع الإنسان في صميم اهتمامه، كون أن اكتساب المعرفة هو أيضا سبيل التنمية الإنسانية في جميع المجالات. وبذلك أصبحت المعرفة الرقمية إنتاجا وتوظيفا فيما يتعلق بال21، هي الوسيلة الكفيلة لتحقيق تنمية بشرية في جميع المجالات. إذن هذا التوجه العالمي في النظام العالمي في هذا الاتجاه ذهب. فيما يخص ماهية الاقتصاد المعرفي الرقمي، نقول أنه إذا كان اقتصاد المعرفة يرتكز على المعلومات والمعارف التي ينتجها ويوظفها ويسوقها الإنسان في جميع حقول التنمية المجتمعية من جهة، وإذا كانت التكنولوجيا الرقمية تعزز عملية إنتاج المعرفة وتلبية الاحتياجات المجتمعية في جميع القطاعات على نحو لم يكن من الممكن تصوره قبل ظهور شبكة الإنترنت، فإننا أمام واحد الاقتصاد مركب يصطلح عليه بالاقتصاد المعرفي الرقمي.
وفي بعض الكتابات نجد أنهم يصطلحون على الاقتصاد الرقمي ويعنون به الاقتصاد المعرفي، ويصطلحون بمصطلح الاقتصاد المعرفي ويعنون به الاقتصاد الرقمي. فاقتصاد المعرفة الرقمي يشير إلى أن تكوين الثروة قد انتقل من المواد والأبنية والآلات إلى أنظمة المعلومات والمعارف والبرمجية الرقمية. ثم اقتصاد دائم، وهو في الحقيقة اقتصاد دائم، التغير والتحول بفعل التفكير المتواصل والابتكار والإبداع المتجدد، وهذا ما نلاحظه الآن في كل يوم أو في كل يعني ساعة، نجد مستجدات حديثة على مستوى البرمجيات، على مستوى الشبكات، على مستوى يعني المواقع. فهذه المستجدات هي مستجدات متسارعة في هذا المجال الإلكتروني والتطبيقات التقنية. وذلك راجع إلى كثرة الأبحاث والدراسات من نتائج والاكتشافات اللي يعني تسعى الدول المتقدمة إلى يعني الاستثمار فيها بشكل أو بآخر. فيما يخص الاقتصاد المعرفي الرقمي، أثبتت التكنولوجيا الرقمية دورها الفعال في دعم الابتكار الاجتماعي الذي يعد ركيزة حاسمة في تطوير اقتصاد المعرفة الرقمي في العصر الحديث. فالابتكار الاجتماعي هو من الأساسيات يعني والمرتكزات الحاسمة لتطوير هذا الاقتصاد المعرفي الرقمي، الشيء الذي يعمل على الإسهام في زيادة الإنتاجية من جهة، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل جديدة. هذا التطوير أو الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية هو له منافع جدة أو جمة على الإنتاجية، على تحسين جودة الحياة المجتمعية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة للمواطنين. فالمعرفة أضحت عنصر جوهري من عناصر الإنتاج، ومحدد رئيس وأساسي للإنتاجية في المجتمع، ويزداد هذا التضافر قوة في النشاطات الإنتاجية المرتفعة القيمة المضافة التي تقوم بدرجة متزايدة أو تقوم بدرجة متزايدة على كثافة المعرفة والتقدم المتساهل للمعارف والقدرات. وهذا الشيء ما نلاحظه الآن، والشباب يعني تبارك الله عليهم هم مواكبون لهذا التطور والتقدم التكنولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وبذلك تصبح المعرفة موردا اقتصاديا يفوق بأهميته الموارد الطبيعية. فبعض بعض الدول ما بقاش هناك تنافس على الموارد الطبيعية بشكل أو بآخر، ما زالت هناك يعني رغبة على السيطرة على الأسواق يعني الإنتاجية، ولكن في نفس الوقت الموارد الطبيعية، وفي نفس الوقت السيطرة يعني تذهب إلى أكثر من ذلك، إلى فتح الأسواق يعني لتسويق المنتوج. بل أن القيمة المضافة الناتجة عن العمل في التكنولوجيا هي كثيفة المعرفة، تفوق بعشرات المرات القيمة المضافة الناتجة عن العمل في الزراعة والصناعة، كما تسمح بتعزيز التنافسية والشفافية وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق يعني حينما نتحدث على التنمية المستدامة، فهذا المصطلح ديال التنمية المستدامة ظهر في أول مرة كانت في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية سنة 1987، حيث عرفها التقرير بأنها هي تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساس أو المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم. وبالتالي هنا نتكلم على التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسمح باستنزاف وتدميرها، أو استنزاف وتدميرها جزئيا أو كليا. وهذا التوجه العالمي في من أجل تحقيق التنمية المستدامة يعني ارتكز أو ركز على هذا الاقتصاد المعرفي الرقمي، لأنه يعني لاعب يعني نشيط في هذا المجال لتحقيق التنمية المستدامة. أما مرتكزات يعني الاقتصاد المعرفي الرقمي، فهي فنقول أنه من أجل تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية، يعتمد هذا الاقتصاد المعرفي الرقمي على حسن تدبير الكفاءات والطاقات البشرية في مجال الإبداع والابتكار التقني، وكذلك تطوير البرمجيات وتحليل البيانات.
فأهم عنصر أساس في التنمية الاقتصادية في مجال الاقتصاد المعرفي يعني الرقمي هو العنصر البشري. فكلما كان العنصر البشري يعني ذو معارف ومهارات وتقنيات متقدمة، كلما كانت إنتاجية متطورة في هذا المجال. وبالتالي يمكن العودة هنا للمجال التعليمي للبحث في هذا الاتجاه على مستوى يعني التعلمات أو حجم التعلمات التي يستقيها يعني الطالب في المدرسة المغربية في علاقتها مع هذه التحولات الرقمية. نجد أو الملاحظة يعني السريعة نجد أنها يعني تقترب من لا شيء. يعني الاعتماد على الطاقات البشرية هو أساس لتحقيق هذا التنمية الاقتصادية في مجتمعات الاقتصاد المعرفي الرقمي. ومن أهم الدعامات الأساسية لرقمنة هذا المجال الاقتصادي المعرفي هو أولاً العمل على رقمنة العمليات من خلال تطبيق التكنولوجيا الرقمية في جميع مراحل العمليات الاقتصادية لزيادة الكفاءات وتحسين الإنتاجية. كذلك العمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذا الذكاء الاصطناعي هو يعني يذهب في مجال تعلم الآلة لتحليل البيانات واتخاذ القرارات الأكثر فعالية، لأن هنا مجال الذكاء الاصطناعي عنده قيمة مهمة في هذا الاقتصاد. ثم يمكن نقول أن من مزايا ديال هذا يعني المستقبلية ديال الاقتصاد المعرفي الرقمي هو تطوير وتشجيع المشاركة، تعزيز التنافسية، يعني تقوية يعني دعم ريادة الأعمال وتطوير التكنولوجيا المعلومات في مجالات مختلفة. هذا الاقتصاد المعرفة الرقمي يعمل على استثمار الموارد المعرفية بدرجة قصوى وعلى استغلال مستجدات التكنولوجيا الرقمية بشكل أمثل. ومن هنا يمكن أن نقول أنه يساعد على التعاون عالميا والربط بين الأفراد والشركات، معنى أن السوق المفتوحة هي سوق مشجعة للاستثمار في هذه الموارد المعرفية، من خلال أنه أو يفتح لأنها تفتح فرصا جديدة للحصول على المعرفة والمعلومات من جهة، واستغلالها في تطوير عملية الإنتاج والخدمات والتسويق من جهة ثانية. ثم أنه يساعد كذلك ويشجع المشاركة والتعاون من خلال التحفيز على التواصل بين المبدعين والفاعلين في كل المجالات. وهذا يعني نجد أنه الآن أصبحت هناك شركات عابرة للقارات تعمل على يعني تطوير يعني منتوجاتها من خلال مجموعة من يعني الكفاءات اللي هي تتواجد في دول مختلفة دون الانتقال أو التجمع في فضاء خاص ضيق. ثم كذلك أنها تعمل على التحسين المستمر بالتكنولوجيا أو المعلومات، هذا يساعد على التقدم والابتكار ويسهل إنتاج المعرفة الجديدة. إذا كان اقتصاد المعرفة الرقمي له مزايا وله فضل على تقدم المجتمعات ويعني تحسين جودة الحياة وتطوير يعني الاقتصادات الدول المتقدمة أو الدول النامية، فهناك تداعيات اقتصادية على المجتمعات، لا على مستوى الإنتاج، لا على مستوى الوظيفة، لا على مستوى الاجتماعي والاقتصادي. فممكن أن نقول أن اقتصاد المعرفة الرقمي يعتبر قادرا على التحول أو تحويل أو ييسر ولوج الأفراد إلى العمليات الاقتصادية العالمية، ويسهل الأفكار والمعلومات إلى أسواق أكثر تنافسية وحيوية. هذا الأمر لم يكن في يعني نهاية القرن الماضي أو إلى غاية نهاية القرن الماضي لم يكن متاحا وسهلا وميسرا، ولكن
بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة، وبعد أن أصبحت الشبكات العنكبوتية متسعة، وأصبحت تقنيات التواصل جد ميسرة، أصبحت العملية الاقتصادية هي عملية سهلة جدا، وأن الأفكار والمعلومات تنتقل بشكل سلس ويسير في هذا الاتجاه. ثم تحسين مستويات الوظيفة، حيث يفجر حركة الخدمات المعرفية وفرص العمل الجديدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والتصميم وكذلك التسويق وغيرها من الأشياء. وهذا الشيء تنوجد، وهذا الشيء غير ليس حكرا على طاقات بشرية أو أصحاب الشواهد العليا، وإنما نجده كذلك حتى عند الشباب يعني الصغار، يستطيعون أن يصلوا إلى هذه المستويات المتقدمة من الاستثمار في هذا المجال. ثم الفوائد الاجتماعية والثقافية، يعزز من الاحترام المتبادل بين الأجيال، ويدعم الابتكار والعمل المشترك، ويبني مراكز جديدة للمعرفة وللتعليم والنقل والسياحة وغيرها من المجالات اللي وفيما يخص التعليم، فهناك عملية يعني التعليم الرسمي يعني داخل المؤسسات التعليمية هذا، ولكن في نفس الوقت هناك التعليم المستمر عبر الشبكات العنكبوتية، وهذا النموذج اللي الآن أنتم يعني كتنظموه داخل أكاديمية رفق. فهذا التكنولوجيا المعلومات الاتصال هي مهمة جدا في يعني بلورة يعني أو تبادل الأفكار والمعلومات بشكل سلس ويسير، ومن خلالها يعني تطوير وإنتاج وإعادة إنتاج المعرفة بشكل أو بآخر. محددات نمو الاقتصاد المعرفي الرقمي ممكن أن نجملها في أربع اتجاهات أو أربع أسس مساعدة لازدهار اقتصاد المعرفة الرقمي. الأساس الأول هو الاستثمار في البحث والتطوير، لأن كل ما كان هناك استثمار في مجالات البحث والتطوير، كل ما كانت هناك زيادة في الإنتاج على مستوى الجودة، ومحفز أساس في الإبداع والإنتاجية على مستويات متعددة. ثم ممكن أن نتحدث على التقدم التكنولوجي، لأنه يسهل الإنتاج ويزيد المنافسة. ممكن نتحدث على اتجاهات السوق الحديثة نحو الخدمات المعرفية. ممكن أن نتحدث على ضمان حرية تداول المعلومات والمعرفة. هذه كلها محددات تسعى، أو من خلالها ممكن أن نسعى أو تسعى هذا اقتصاد المعرفة إلى تطوير وإلى الازدهار بشكل أو بآخر في مجتمعات مختلفة. كما أن هناك معوقات ممكن نتكلم عليها، ولكن هي تتقاسمها جميع الدول، أو تتقاسم جميع الدول يعني المجتمعات النامية تتقاسم هذه الإشكالات وهذه التحديات. منها أولا نقص التشريع اللازم للتعامل مع هذا النوع من الجديد من الاقتصاد، وبالتالي كيوجب تطوير هذا الإطار التشريعي بشكل متسارع. ثم هناك تحدي آخر، وهو نقص الثقافة الرقمية لدى المواطنين، وخاصة عند المتعلمين. فمجموعة من يعني فئات عريضة من الطلبة والباحثين مستويات عليا يجدون أنفسهم يعني بعيدين كل البعد على فضاءات هذا الاقتصاد المعرفي الرقمي، وبالتالي هذا مناطه إلى ماذا؟ مناطه إلى هناك واحد عملية تعليمية يعني غير متكاملة وغير منسجمة مع احتياجات المجتمعية ومع احتياجات السوق الاقتصادي. كذلك هناك تحدي آخر، ومرتبط بنقص الخبراء في المجال البرمجيات الذكية والتعامل بالاقتصاد الرقمي، وهذا يتطلب العنصر البشري المؤهل لتطوير وإعادة تطوير هذه العلوم والتقنيات الجديدة، والمساعدة في مواجهة منافسة عالمية وإيجاد حلول جديدة للإشكاليات المجتمعية. وهذا عام، وحينما نتكلم على الدول العربية والدول الإسلامية هذا عام فيها. هناك خطر آخر مرتبط بحماية البيانات الشخصية والخصوصية، وهذه فيها مجموعة من الاحتياجات
احتياجات على مستوى الإطار التشريعي، ثم توفر البنية التحتية التكنولوجيا اللازمة للاتصال السريع. وهذه من الأمور اللي هي مرتبطة بالبنية التحتية لشبكة الإنترنت، وكذلك حتى المؤهلات اللي متواجدة على مستوى الوسائل والأدوات يعني المستعملة في المؤسسات التعليمية، هي لا زالت غير يعني لم تبلغ مداها في الاحتياجات اللي يحتاجها المجتمع الحديث. على مستوى فرص الأعمال في الاقتصاد المعرفي، يمكن أن يخلق الاقتصاد المعرفي الرقمي فرص عمل جديدة ويسهم في تحسين جودة الحياة، مثلا كالتجارة الإلكترونية، كالتسويق الرقمي، كتكنولوجيا الصحة الرقمية، وهذه كلها مجموعة من التقنيات، وكذلك تقنية الذكاء الاصطناعي، هذه كلها مجموعة من الفرص اللي يساهم فيها الاقتصاد المعرفي الرقمي في تطوير ويعني يعني رفع مستوى النمو والتنمية داخل المجتمعات بشكل أو بآخر. فكل ما كان هناك يعني اهتمام بالتعليم واهتمام بالصحة واهتمام بالاستثمار في التكنولوجيا الإعلام والاتصال، كل ما كانت هناك يعني نتائج قيمة على مستوى المنتوجية وعلى مستوى الجودة والخدمات داخل المجتمعات، سواء كانت نامية أو متقدمة. على مستوى استثمارات المستقبل في الاقتصاد المعرفي، ممكن أن نجمو إلى يعني نعطيه مجموعة من المقترحات، كتحسين البنية التحتية، كذلك الاستثمار في البحث العلمي ويعني تقوية هذا البحث، وكذلك الاستثمار في تطوير تقنية البوكتشين لتحقيق الأمن والشفافية في العمليات الاقتصادية. هذه كلها من الأمور الأساسية التي وجب يعني الاعتماد عليها في التطوير أو يعني الاستشراف في المستقبل في هذا الاتجاه. وأخيرا ممكن التحدث على محاذير اقتصاد المعرفة الرقمي، وهذه المحاذير هي معلومة ومتعارف عليها عند الجميع. أولا، حينما نتكلم عن المعرفة والتكنولوجيا يعني الرقمية، نتكلم عن اقتصاد المعرفة الرقمي قادر على إعطاء فرص متجددة للدول النامية من أجل اللحاق بالتقدم. إذن هذا ما فيه شك، وهذه الأمثلة اللي أعطينا ديال بعض الدول، وهذه غير بعض الدول التي يعني انطلقت يعني متأخر أو انطلقت بدون يعني موارد طبيعية أو موارد يعني اقتصادية يعني قادرة على يعني رفع الاقتصادات ديالها، ولكنها استطاعت من خلال اختياراتها يعني العلمية أن يعني تصل إلى مستويات متقدمة وتحقق أرقام في وسط الدول المتقدمة الكبرى. إلا أن ثمة تخوفات قد تقوض كل الطموحات النيرة، ويمكن اختزالها في شقين اثنين. أولا، المعرفة والتكنولوجيا الرقمية ممكن أن توظف كسلاح استراتيجي من قبل القوى العظمى للتحكم في العالم والسيطرة على المجتمعات الضعيفة، وهذا دأب جميع المجتمعات أو جميع الأزمنة. هناك صراعات عالمية حول يعني التحكم والسيطرة، وهنا هذا ممكن أن يكون تكون المعرفة وهي مجال للسيطرة، والصراع التنافسي حول من ينتج ومن يمتلك المعرفة. ثم كذلك أن المعرفة هي تتحول إلى سلعة، وقيمتها هو ما تسويه في السوق، ولا ينظر إليها لذاتها، وأنها قادرة على حل المشكلات المجتمعية، وعلى أنها يعني تفيد أو فيها فائدة للمجتمعات بشكل أو بآخر. هذه بعض يعني الأفكار التي ممكن أن أتخاصمها مع إخوتي في هذا اللقاء المفتوح. حاولت أن أجمعها، حاولت أن أنظمها بشكل أو بآخر من أجل أن يعني على الأقل يعني نفتح واحد النقاش حول هذا الاقتصاد المعرفة الرقمي. دمتم وإيانا يعني رجالا ونساء اقتصاد المعرفة الرقمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا على انتباهكم. شكرا جزيلا اخي حاتم، تبارك الله عليك. عندي ما نتسالك، يعني احط بالموضوع وعشنا معك الافكار، سواء من ظهور يعني الاقتصاد المعرفه الى غايه تعريفه ومفاهيمه، مرورا بايضا يعني شنو هما الافاق والتحديات اللي كاينين في هذا المجال.
فطبعا افتح المجال ان شاء الله للحضور الكريم، حاضرين والحاضرات، ان كانت هناك اسئله سواء اسئله كتابيه او اسئله شفويه للاستاذ لنستفزه اكثر باسئله اخرى لنستفيد منه. كما اقول لكم دائما، يعني المحاضر لا يمكن يعني انه يعطينا جميع الافكار في خلال مداخله ديالو وحده، لكن من خلال الأسئلة ربما يمكن تسليط الضوء على بعض الزوايا ديال المداخلة ديالو من أجل التفصيل أكثر في المداخلات. طيب، هل من أسئلة اللي بغيت تدخل يزيد باش نعطيه الميكرو، أو أسئلة كتابية إن كانت في التعليقات؟ كل اللي شفت هنا بعد غير تحية لك سيحاتي مع المحاضرة ديالك وعلى التوضيحات. طبعا في انتظار تجي الأسئلة، يعني نحب نأكد يعني الفكرة اللي كنتقاسموها مع الشباب في مركز رفق البحث العلمي هو جانب التكامل المعرفي، ودابا اللي كيسمع السي حاتم يعني ويقول بحال لا هو ولد المجال يعني متخصص فيه، لكن هو في مجال آخر، لكن أبى إلا أن يدرس هذا المجال. وهذا الأمر هذا هو الذي نحب أن نتشاركه دائما معكم إخوان الحاضرين، أن ماشي الإنسان فقط يعني إلى كما تنقول دبر على وظيفة ولا صافي، يعني دخل الفلوس يتوقف عن القراءة والمطالعة والاستمرار. صحة ما شاء الله، يعني مسير شركة كان ممكن يكتفي، يعني عنده دخل ديالو عنده، ولكن أبى إلا أن يكون له يعني باع علمي أكاديمي بالإضافة إلى يعني الاحتكاك ديالو في المجتمع المدني. أنا أعرفه جيدا وله خبرة كبيرة في الجانب أيضا ديال الكشفية والتأطير ديالهم لسنوات طوال، وهذا هو من الأمور اللي تنبغيو أن حتى المؤطرين اللي كنحاولوا نستدعيو اللقاءات أن تعرفوا بأن الحمد لله عندهم هذا الجانب ديال التكامل المعرفي، وهذا هو اللي بغينا فيكم. بغينا فيكم إن شاء الله تعالى أن وأنت كتقرا في المجال ديالك، هذا جيد جدا، ما فيها بأس أنك تطالع على باقي المجالات وتعرفهم أيضا حتى تلم بالحياة وتستمتع أيضا بالحياة وتستمتع بالحياة. طيب، هناك سؤال عن علاقة اقتصاد المعرفة بمعرفة الاقتصاد. طيب، ربما أعطيك الصحة لو تتفاعل مع السؤال الأول في انتظار إذا كانت أسئلة أخرى. السؤال يا سيدي محمد يقول شكرا جزيلا على المداخلة، ثم سؤاله عن علاقة اقتصاد المعرفة بمعرفة الاقتصاد. تفضل الصحة لو تتفاعل مع هذا السؤال في انتظار باقي الأسئلة إن شاء الله تعالى. شكرا سيدي محمد، حياك الله، وشكرا على يعني الابتسامات الطيبه للاخوه الحاضرين او الاخوات الحاضرات. يعني طبعا حينما نتحدث على اقتصاد المعرفه، هو علم قائم بذاته، يتحدث على تدبير المعلومه انتاجا وتسويقا ويعني استثمارا. حينما نتحدث في نظر ان معرفه الاقتصاد هو مصطلح معرفي يبحث في خبايا الاقتصاد على المستوى المعرفي فقط، ماشي على مستوى، هو ممكن ان يكون علم ذاته علم معرفي للاقتصاد، لكن اقتصاد المعرفه هو علم وتدبير وممارسه لهذا المجال على المستوى اللي تحدثنا عليه، حينما قلنا بان هذا الاقتصاد المعرفي هو تدبير وإنتاج وإعادة إنتاج للمعلومة والمعارف من خلال مجموعة من الاتجاهات التي تسعى إلى يعني استثمار تكنولوجيا الإعلام والتواصل، استثمار الموارد البشرية، استثمار يعني الطاقات والمؤهلات المعرفية التي تسعى إلى تطوير المعارف وتطوير يعني الأبحاث في هذه المجالات المتعددة. ممتاز. هناك سؤال آخر من الأخت بشرى، تشكركم على المداخلة وتقول هل يمكن يعني اقتصار
أو أن اختصر اقتصاد المعرفة في كونه تجارة إلكترونية بصفة عامة، والتي بضاعتها فقط هي المعلومة. يمكن يعني اختزال اقتصاد المعرفة فقط في هذا الباب، التجارة الإلكترونية والبضاعة اللي هي المعلومة. صحيح صحيح، هو أن البضاعة رأس المال ديال هذا الاقتصاد، هذا هو المعلومة. ولكن المعلومة بوحدها ليست هي الوحيدة التي ممكن أن يستثمرها الاقتصاد المعرفة. لابد لهذه المعلومة أن تكون مصاحبة لأدوات وآليات خاصة مرتبطة بالتدبير، مرتبطة بالتنزيل، مرتبطة بتطوير هذه المعلومة. لأن المعلومة جافة لا يمكن أن نقول بأنها معرفة، والمعرفة تتطور ويعني تتشكل هذه المعلومة من خلال هذا الاتجاه. لكن حينما نتحدث على أن نقول أن اقتصاد المعرفة الرقمي هو فقط مرتبط بالتجارة الإلكترونية، فهذا جزء لا يتجزأ. التجارة الإلكترونية هي جزء من الأعمال الاقتصادية للمجال المعرفي الرقمي، هو جزء فقط. ممكن أن نتحدث على التسويق الرقمي، فهو كذلك يعتمد على استخدام استراتيجية التسويق والتواصل مع الجمهور وزيادة المبيعات. ممكن أن كذلك اعتماده في المجالات الصحية، تكنولوجيا الصحة الرقمية. ممكن اعتماده في البرمجيات، تقنيات الذكاء الاصطناعي وحل المشكلات الحياتية. فهذا المجال هو مجال شاسع وواسع، لا يمكن أن يختزل فقط في ما يسمى بالتجارة الإلكترونية وفقط. شكرا سي حاتم. هناك تعقيب للأخ العلوي يقول: موضوع قيم، لأنه في عصر أبانت الاقتصادات التقليدية القائمة على الموارد التقليدية مهددة بالتراجع والانكماش لعدم استقرارها، مما يجعل من الاقتصاد القائم على المعرفة هو الخيار الأنسب في الوقت الراهن، وبذلك قوة ناعمة صاعدة. إذا كان شي تفاعل مع هذا التعقيب ديال سي أنا العلوي. أتفق مع سيدي هشام، يعني كليا بأن هذا الكلام الذي يقول هو أن الموارد الاقتصادية أو الطبيعية، الموارد الطبيعية والأساس هي دائما كانت تدق، يعني المجتمعات الإنسانية تدق ناقوس الخطر حول استنزاف هذه الموارد الطبيعية، وأننا غادي نوصلوا لواحد المستويات يعني للأجيال المقبلة ما غاديش يوجد يعني الموارد التي ممكن أن يعني تساعدها على يعني تحسين جودة حياتها. ولكننا الآن يعني نتحدث على اقتصادات بديلة، اقتصادات مرتبطة بالمعلومة والمعرفة، اقتصادات قادرة على يعني تدبير، أو لا نقول بأن رأس مالها الحقيقي هو ذكاء الإنسان وقدرة الإنسان على الإبداع، وقدرة الإنسان على التطوير، وقدرة الإنسان على استثمار ما يحيط به من معارف والإمكانيات من أجل تسويقها وإعادة إنتاجها من جديد. أنا أتفق مع سيدي هشام في هذا المجال، وشكرا. شكرا سي حاتم. طيب، هل من دونكس محمد يقول: ما مدى مشروعيات استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة العلمية؟ هذا سؤال من سي محمد. ما مدى مشروعيات استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة العلمية؟ حينما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، هذه التقنيات اللي هي مرتبطة بتطوير تطبيقات ومنصات الذكاء الاصطناعي هي تستعمل لتحليل البيانات وتقديم توصيات مخصصة في مجالات معينة وإشكالات متعددة. هي تساهم وتساعد في إنتاج المعرفة العلمية، ولكن لا بد من الحذر في هذا الاتجاه. لا يمكن الاعتماد على هذا الذكاء الاصطناعي وجعلها أن تكون بديلاً تاما على وجود الإنسان وعلى حضور الإنسان وعلى تدخل الإنسان، لأن في آخر المطاف تبقى دائما هناك مخاوف من أن تسيطر هذه الذكاءات الاصطناعية على يعني الحضور الإنساني في علاقته مع المجتمع. وهذا الشيء نلاحظ يعني الآن في مجموعة من التطبيقات اللي هي متواجدة أو المنصات اللي متواجدة للذكاء الاصطناعي، نجد بأن هناك يعني تحويرها وتوجيهها في اتجاهات معينة. وهذا يعني مجموعة الأمثلة يعني
كاينه في هذه الاتجاه لا يتسع المقام اننا نقوم اننا نتحدث عليها الان. ممتاز، شكرا جزيلا سي حاتم. طيب هل من تفاعل آخر؟ هل من سؤال آخر؟ طيب هناك سؤال آخر من ربما سي محمد، هل يمكن الحديث عن اقتصاد المعرفة في ارتباط بالمصادر الورقية؟ وهل تهدد تكنولوجيات الكتاب الورقي؟ أنا غادي نتفاعل مع، طبعا احنا في هذا السياق ديال التفاعل هو تفاعل عام مع جميع الحضور، أنا لا أمتلك يعني الحقيقة المطلقة ولا أمتلك الجواب يعني الشافي الكافي، وإنما يعني أتفاعل مع هذه يعني المداخلات. حقيقة أنا في إطار البحث ديالي تحدثت على يعني اعتماد رقمنة في المناهج الدراسية، وكيفية سبيل الاعتماد الأدوات يعني الإلكترونية في هذا أو الوسائل الإلكترونية في هذا في عملية التعليم والتعلم. التجربة الفنلندية يعني مشاو في واحد الاتجاه ديال أنهم يعني ألغوا الكتاب الورقي واعتمدوا على يعني اللوحات الإلكترونية في التدريس وفي اعتماد المقرات. بعد يعني هذه السنوات يعني انا قريت واحد المقال علمي يتحدث على واحد الدراسه، وجدت واحد نسبه كبيره من التلاميذ يعني في المدارس لم يعودوا يستطيعون يعني حمل القلم والكتابه بشكل يعني مقبول، وبالتالي هذا اصبح يهدد واحد المجال اخر اللي هو مرتبط بالقدره على الكتابه والقدرة على التحليل، القدرة ماشي فقط غير التحليل والإبداع الكتابي، وإنما فقط وإنما كذلك حتى يعني ترتيب الحروف والكتاب. هذا السياق هذا يصعب الكلام على أن هذه التكنولوجيا المعلومات والاتصال ممكن أنها يعني تكون بديلا عن الكتاب. فواحد الوقت يعني من جات المطبعه يعني انتشر الكتاب واحد يعني تم اختراع المطبعه انتشر الكتاب واحد بشكل قوي وكبير، ثم من بعد ما يعني تمت عمليه يعني الطباعه الورقيه يعني قيل بانها ربما غادي يولي عندنا واحد المستوى ديال التخلي عن الكتابه وعن الورق، ولكنها أصبح الأمر أن الكتاب يبقى له يعني قيمة، تبقى له القيمة يعني المعرفية الحقيقية. في كثير من الأحيان وأنت والإخوان يجربوها، هو أننا كنحملوا بعض الأحيان اللوحات الإلكترونية أو في الجهاز الحاسوب تنطلعوا على مجموعة من الكتب نبدأ نقرأها، ولكن لا لا لن أنا شخصيا لا أجد المتعة في القراءة في الجهاز الإلكتروني عوض الكتاب الورقي، ولكن دائما تبقى دائما هذه اختيارات وتحولات مجتمعية قائمة، ويستبعد أن تكون التكنولوجيا هي مهددة للكتاب الورقي بشكل أو بآخر. ممتاز، شكرا سي حاتم. هناك سؤال آخر، كيف يسهم اقتصاد المعرفة في بناء مجتمع المعرفة؟ سي حاتم سؤال آخر، كيف يسهم اقتصاد المعرفة في بناء مجتمع المعرفة؟ السبيحة أنا كنت كنتكلم طيب إذا قلت حينما نتحدث على المجتمع المعرفي كما قلنا هو هذاك المجتمع يعني الذي يعتمد على تداول المعلومات الهائلة ونشرها من أجل تطبيقها لأغراض التنمية. حينما نتحدث على هذا المفهوم ديال مجتمع المعرفة، يكون اقتصاد المعرفة هو نتاج لتداول المعلومة بشكل أو بآخر، ولكنه قادر على ماذا؟
على يعني استثمار هذه المعلومة بشكل أمثل. فالمجتمع هناك علاقة طردية ما بين يعني أو يصح التعبير نقول بأن مجتمع المعرفة يسهم في تطوير اقتصاد المعرفة، واقتصاد المعرفة من خلال أبحاث دعمه للأبحاث والاستثمارات التي يعني تخوض في هذا المجال يطور مجتمع المعرفة بالمستجدات المعرفية الحديثة. فهناك واحد تكامل في حلقة يعني دائرية، هناك تكامل ما بين اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة الحديثة. طبعا حينما نتحدث في هذا الاتجاه نتحدث عن المجتمعات المنتجة ماشي المستهلكة للمعرفة. المجتمعات المنتجة للمعرفة هي التي تستفيد من اقتصاد المعرفة، يعني المستثمرة في اقتصاد المعرفة هي التي تستفيد من المعرفة بشكل دقيق جدا. ممتاز دوك، غنضيف آخر سؤال إن شاء الله تعالى تفاعل معه للسي محمد. سؤال آخر: كيف يمكن تنمية اقتصاد المعرفة في ظل ظهور الذكاء الاصطناعي بما يوفره من زخم معرفي وعلمي مما ينعكس سلبا على قيمة العقل البشري؟ ربما راه ديجا تفاعلتي مع تقريبا هذا السؤال، لكن لا بأس إن كان هناك إضافات. صحيح، لا هو اقتصاد المعرفة يعني يعتمد على مجموعة من الآليات المرتبطة بالتكنولوجيا المعلومات والاتصال بما فيها الذكاء الاصطناعي، إنه تحصيل وحاصل. وهذا الاستثمار في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي هو يعطي واحد انتقال أو تحولات متسارعة في علاقة الإنسان بالذكاء الاصطناعي. والآن أنتم تشوفوا يعني نتائج الأبحاث الجديدة على مستوى حل المشكلات، على مستوى كتابة النصوص، على مستوى الروبوتات اللي ممكن أنها يعني تسهم في إنجاز عمليات جراحية، وكذلك تسهم في يعني أعمال لا يستطيع الإنسان البشري يعني القيام بها في الزمان والمكان المطلوب. فبالتالي هذا الذكاء الاصطناعي هو قادر على يعني المساهمة في تسمية اقتصاد المعرفة بشكل عام. وشكرا لكم على التفاعل. استمح إلى لأنه عندي واحد الطرف واحد الطرف ديال التعب مع نهاية الأسبوع، اسمحي إن صدر مني أي خلل في هذا الاتجاه أو نقص أو عدم ترتيب الأفكار، فأنا قادر إن شاء الله أن أتفاعل معكم في حصص مقبلة بإذن الله. واسمح لي محمد، واسمح لإخوة الحاضرين معنا السادة الدكاترة الباحثين، وشكرا لكم على الاستضافة مجددا. شكرا جزيلا أخي حاتم، تبارك الله عليك، ونشكرك على تلبية الدعوة، ونحن نعرف التزاماتك والضغوطات اللي كتعيشها. شكرا جزيلا لك وعلى تفاعلك، تبارك الله، راه واخا ما بانش فيك العيا، تبارك الله، يعني راك تبارك الله أجدت وأفدت كما يقال. فختاما إن شاء الله تعالى، الهدف من التعرف على اقتصاد المعرفة كما شفنا مع الدكتور ديالنا هو أنه نعرف كما كطلبة باحثين أن هناك فضاءات أخرى للاشتغال، ماشي الفضاءات التقليدية، هناك فضاءات أخرى بدأت تنمو، مجالات جديدة لتخلي الإنسان أنه يحاول ما أمكن يواكب الواقع ديالو، يواكب التطورات اللي فيه، وما يبقاش دائما يعني محصور يعني في المواضيع يعني التقليدية اللي تتكرر دائما، وإنما يعرف بأن هناك تطور كبير جدا يعرفه المجتمع، ولعل من جوانبه جانب اقتصاد المعرفة. فنجدد الشكر لك أخي حاتم، نجدد الشكر للحاضرين والحاضرات. نضرب لكم إن شاء الله موعدا من 15 يوم، نهار 14 يناير إن شاء الله تعالى، في لقاء رقم 7 إن شاء الله تعالى، من أكاديمية رفق لتأهيل باحثي الشباب. نتمنى لكم إن شاء الله الخير والبركة، تبارك الله عليكم، ليلتكم طيبة، والسلام عليكم.